مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرصد، وفيها تتابعون: بين الرئيس المغرد ووسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية مواجهة على مدار الساعة ونهاية عصر من التقاليد الصحفية العريقة. They want to destroy the message rather than engage with the ideas which they don't like. ضيف المرصد الصحفي البريطاني دومينيك بونسفورد: مطلب دول الحصار إغلاق شبكة الجزيرة لا سابق له، والتهديد موجه لجميع صحفي العالم. فيروس الفدية يضرب من جديد، هلع في أوكرانيا، طوارئ عبر العالم، والخبراء يحذرون من خروج الظاهرة الخبيثة عن السيطرة. الغيوم عندما تتحول إلى موج هادر، فيديو الأسبوع في آخر الحلقة. هل يمكن أن يهدم شخص واحد ما بني على مدى أكثر من قرن؟ الجواب نعم، والشخص هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإرث العريق لعلاقة الصحافة الأمريكية بصانع القرار في البيت الأبيض ينهار كل يوم، ومعول الهدم بضع كلمات يغرد بها الرئيس على تويتر. تتسبب تغريدات ترامب بإرباكات يومية على الساحة الدولية بفعل تناقضاتها الصارخة مع أركان إدارته في الخارجية والدفاع، وتلك قصة أخرى. في الأيام الأخيرة انتقلت لهجة تغريدات الرئيس من الاستهجان والتحقير إلى إطلاق نعوت مهينة بحق مذيعة في إحدى القنوات الأمريكية، مثيرة زوبعة من ردود الفعل وصلت إلى أروقة الكونغرس. بات الأمر واضحا للمراقبين، تصفية الحسابات أصبحت علنية مع أي صوت معارض، وبالخصوص مع الإعلاميين المنتقدين لسياساته، والذين باتوا يمنعون من استخدام الكاميرات وأجهزة التسجيل داخل غرفة الإيجاز الصحفي في سابقة لم تشهد لها الحياة الدستورية الأمريكية مثيلا. As you know, I have a running war with the media. Fox and Friends in the morning, they're very honorable people. You are fake news. MSNBC's Mika Brzezinski is the target of the latest offensive tweet storm. After هجوم آخر بتغريدة جديدة. أواخر الأسبوع المنقضي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقداً لاذعاً لميكا بريجينسكي الصحفية في قناة MSNBC الأمريكية بعدما انتقدت بحدة عمل إدارته. وصف ترامب الصحفية بالبلهاء المجنونة وذكرها بأنها انتظرت لثلاث ليال تحاول مع زميلها في البرنامج لقائه في منتجع مار ألاغو ولكنه رفض، مضيفاً أنها كانت تنزف بشدة بسبب عملية شد لوجهها. ميكا بريجينسكي وهي ابنة زبيغنيو بريجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر ردت بهجوم ساخر على الرئيس الأمريكي. The president's tweets whether they're personally aimed at me or aimed at me in some way that doesn't bother me one bit. It does worry me about the country. لكن الردود المنتقدة لتلك التغريدة سرعان ما توالت. كتب السيناتور الجمهوري لينسي جراهام متوجها إلى ترامب: تغريداتك دون مكانة المنصب، إنها تختصر كل ما هو خطأ في السياسة الأمريكية وليس عظمة أمريكا. انضم للهجوم نواب من الحزب الديمقراطي، أطلقت خلاله النائبة لويس فرانكل لقباً على ترامب هو القائد الأعلى للتسلط الإلكتروني. جاءت هذه التصريحات في سياق الدفاع عن مذيعة MSNBC، ولكنها أيضاً كانت تذكيراً بمواقف دونالد ترامب التي تعتبر مهينة للمرأة. تزامنت تلك التصريحات أيضاً مع حادثة أخرى لا تقل رمزية طالت هذه المرة صحفية أيرلندية. قبل بضعة أيام قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو جالس في مكتبه البيضاوي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد، بعد أن لفتت نظره مراسلة أيرلندية كانت مع مجموعة من زملائها داخل المكتب. دعاها للاقتراب منه قبل أن يعبر عن إعجابه بابتسامتها. الصحفية وهي كاترينا بيري مراسلة هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الأيرلندية غردت لاحقاً عما سمته بموقف غريب عاشته في البيت الأبيض. سيل جارف من التعليقات اللاحقة تلا الحادثة انقسمت فيه الآراء بين مقلل من شأن المسألة وصولاً إلى من اعتبرها إهانة أخرى بحق المرأة. أما الأهم
فهو أن المشهد أعاد من جديد إلى الواجهة العلاقة المضطربة بين ترامب والصحفيين. علاقة شكلت مادة دسمة لوسائل الإعلام الأمريكية والعالمية قبل حتى أن يصل ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض. فرجل الأعمال والإعلامي الذي سبق أن أنتج وقدم لمواسم عدة برنامج تلفزيون الواقع الشهير The Apprentice لا يظهر استعداداً للتعايش مع كاميرات المراسلين وأسئلتهم. بدأ الرئيس 45 هجومه مبكراً على وسائل الإعلام. شاهد العالم سجالات عدة خاضها ترامب مع الصحفيين خلال مؤتمراته الصحفية الأولى، من أشهرها سجاله مع جيم أكوستا كبير مراسلي شبكة CNN في البيت الأبيض. وصف ترامب خلاله CNN بالفيك نيوز، أي الأخبار المفبركة. نهاية الأسبوع الماضي أعلن ترامب عبر تويتر أنه غير تسمية CNN إلى FNN، أي فرود نيوز، قناة الأخبار المزورة، قبل أن يغرد بفيديو ساخر يظهره وهو يكيل اللكمات لمصارع يمثل قناة CNN. فيديو استقبل بحملة استنكار واسعة وعقبت عليه القناة بأنه تحريض صريح على تعنيف مراسليها. قبل تنصيبه بأيام قليلة روجت تقارير صحفية عن سعي الرئيس إلى نقل غرفة الإيجاز الصحفي وإبعادها عن الجناح الغربي للبيت الأبيض. لم يستسغ المراسلون القرار، اعتبروه محاولة لإبعادهم عن مصدر رئيسي للخبر، لكن المقربين من ترامب تحدثوا عن أن الرئيس يريد فقط الانتقال إلى قاعة أوسع وسط مخاوف مما يمكن أن ينتج عن إبعاد الصحفيين وقلق من الالتفاف على عادة تقديم الإيجاز اليومي. تدخلت يومها جمعية مراسلي البيت الأبيض. We are not fake news. We are not failing news organizations. أعلن رئيسها جيف ميسون عن لقاء مرتقب مع الرئيس لتوضيح المسألة، وصرح بما لا يترك مجالاً للشك أن الجمعية تفضل الإبقاء على الوضع القائم. هذا ما انتهى إليه الأمر فعلاً على الأقل حتى الآن. The press is still in the White House briefing room and we are still on Air Force One. تأسست جمعية مراسلي البيت الأبيض في العام 1914. منذ ذلك الحين استطاعت ربط صلة وثيقة بدائرة القرار في البيت الأبيض ضماناً لحق الأمريكيين في مواكبة نشاط الرئيس، فلطالما اعتبر مراسلو البيت الأبيض خط الرقابة الأول على أداء الرئيس وفريق عمله. غير أن العلاقة التي جاوز عمرها قرناً من الزمن بدأت في الأفول مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير الماضي. منذ اليوم الأول شن السكرتير الصحفي شون سبايسر حملة اتهم فيها وسائل الإعلام بفبركة أخبار حول حجم الحضور المشارك في حفل تنصيب ترامب. سرعان ما أثبتت وسائل الإعلام بطلان ادعاءات سبايسر. حاولت مستشارة ترامب كيليان كونوي تدارك الموقف وابتدعت مصطلح alternative facts أو الحقائق البديلة في دفاعها عن مغالطات شون سبايسر. نالت العبارة نصيبها من سخرية الصحافة وشكلت محوراً لحلقات كاملة من البرامج الكوميدية. مع مرور الأيام باتت المعادلة واضحة، رئيس شبه ممتنع عن المؤتمرات الصحفية، وسيلة تواصله المفضلة هي تويتر. كل تغريدة بما تحويه من إثارة أو غموض تجر وراءها فيضاً من التعليق. فريق إعلامي يحاول تصويب مقاصد الرئيس فينتهي في معظم الأحيان إلى تدارك خطأ بخطأ أكبر. في الأثناء المسافة تزيد اتساعاً بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام، وكبار الصحفيين يعبرون عن امتعاضهم مما وصلت إليه علاقة الصحافة بصانعي القرار في البيت الأبيض. The Trump administration rolling back press access inch by inch by inch. قبل أيام منع البيت الأبيض دخول الكاميرات وآلات تسجيل الصوت إلى قاعة الإيجاز الصحفي اليومي، وسط استياء المؤسسات الإعلامية
قامت شبكة CNN الأمريكية باستخدام الرسوم التعبيرية كبديل. أوفدت الشبكة الرسام بيل هينيسي المختص في إعداد الرسوم داخل قاعات المحاكم ليقوم برسم تفاعل المراسلين مع السكرتير الصحفي للبيت الأبيض. مؤخراً سمح بالتسجيل الصوتي، فقامت وكالات الأنباء العالمية بتوسيع مضمون الإيجاز الصحفي لسبايسر على شكل مقاطع صوتية، أرفقتها الأسوشيت بريس مثلاً بصور فوتوغرافية ثابتة. في اليوم التالي تمكن المشاهدون من رؤية زحمة الصحفيين وآلات التصوير في قاعة الإيجاز. تولت المساعدة الأولى للسكرتير الصحفي سارة هاكبي عقد المؤتمر. لم يخلو الإيجاز من مشادة مع الصحافة. أعادت هاكبي اتهام CNN بفبركة الأخبار، فيما كرر أحد المراسلين أنه من واجب ترامب وفريقه الإعلامي أن يجيبوا على أسئلة الصحفيين وأن يتوقفوا عن وصف كل مساءلة من قبل وسائل الإعلام بأنها أخبار مفبركة أو مستندة إلى إشاعات. All over the country who look at it and say, see, once again, the president is right and everybody else out here is fake media. And everybody in this room is only trying to do their job. رد موقع سالون الشهير جاء سريعاً معلناً يوم الثلاثاء الماضي يوم مقاطعة لترامب. يمتنع فيه الموقع عن ذكر اسم الرئيس أو نشر أي صورة له. قبل ذلك نشرت صحيفة The New York Times مقال رأي بعنوان أكاذيب ترامب، ضم تعداداً لتصريحاته المتناقضة. المقال عدد بالتواريخ تلك التصريحات كما وضعها في رسوم بيانية توزعت حسب الأشهر، مؤكداً أن الفترات التي بدا فيها منسوب الكذب أقل كانت إما بسبب وجود الرئيس في سفر خارج البلد أو تزامناً مع إجازاته في فلوريدا. وفي مرحلة يمر فيها العالم بعواصف سياسية شديدة ويحتاج فيها الإعلام الأمريكي كما العالمي إلى تصريحات واضحة ودقيقة من الرئيس الأمريكي وليس تغريدات على هاتف جوال، لا يظهر ترامب أي بوادر استعداد لتطبيع الوضع مع الصحافة. بالطبع مع ملاحظة تفرض نفسها، يختلف ترامب مع وسائل الإعلام ويتبادل معها المعارك والاتهامات كل يوم، لكنه في كل الحالات لا يطالب بإغفالها. وفيما يلي فقرة مرصد الأخبار التي نخصصها أسبوعياً لمتابعة قضايا الصحفيين عربياً ودولياً وأهم التغطيات الإعلامية للأحداث الجارية. أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية حملة دولية رداً على مطلب دول الحصار إغلاقها. لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم نطالب بحرية الصحافة أو Demand Press Freedom، كما تبادل المستخدمون فيديو أنتجته الشبكة خصيصاً للحملة شارك فيه عدد من مذيعيها ومراسليها حول العالم. To those who demand that Al Jazeera be shut down and that people's right to the truth be suppressed, we too have demands. We demand journalists be able to do their jobs free from intimidation and threat. نطالب أن يحفظ للناس حقهم في الوصول إلى المعلومة دون انحياز ولا تدليس. نطالب بإسماع صوت المهمشين والمنسيين في أصقاع العالم. We demand diversity of thought and opinion be cherished, not feared. We demand journalists aren't treated as criminals. We demand. We demand. We demand press freedom. حملة التضامن مع شبكة الجزيرة الإعلامية تتسع يوماً بعد يوم على الصعيد العالمي. وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حماية الصحفيين والهيئات الدولية اعتبرت مطلب دول الحصار إغلاق قناة الجزيرة منافياً لكل منطق ومتجاوزاً لكل القوانين والأعراف. زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وصف مطالبة السعودية والدول الثلاث الأخرى بأنه هجوم غير مقبول على حرية التعبير والرأي. كتاب وصحفيون ومذيعون مخضرمون عبروا عن استنكارهم لهذه السابقة التي تهدد في الصميم مبدأ حق المعرفة وحرية الكلمة. المرصد التقى في العاصمة البريطانية لندن دومينيك بونسفورد الكاتب الصحفي في مجلة بريس جازيت، المجلة العريقة التي ترفع شعار نحارب دفاعا عن الصحافة.
أقوم بتغذية الأخبار في المملكة المتحدة والعالم منذ أكثر من 20 عاماً. لم أشهد أمراً كهذا. لم أرى دولة ذات سيادة تطلب من دولة أخرى ذات سيادة إغلاق مؤسساتها الإعلامية. حسناً، أتفهم أن تنتقد الناس أداء مؤسسة إعلامية معينة. البي بي سي هنا تتعرض لكم هائل من الانتقادات باستمرار، لكن الناس يحترمون حق البي بي سي في البث. لذلك أقول هذا أمر غير مسبوق، لم أرى له مثيلاً. إذا كان للجزيرة أن تغلق لسبب اقتصادي فهذا سيكون محزناً ومؤلماً، ولكن يمكن تفهمه. لكنني لم أرى بلداً يضغط من أجل إغلاق مؤسسة إعلامية في بلد آخر لأنها لا تروق له أو لا يعجبه ما تقوله. انظر، المملكة العربية السعودية ومصر بصورة خاصة يملكان سجلاً سيئاً للغاية في مجال حرية الصحافة. إذن لديك بلدان بسجل سيء في الصحافة وحرية الرأي يحاولان تدمير حرية الصحافة والتعبير في بلد آخر. إنها خطوة مريعة إلى الوراء عكس ما نأمله عالمياً. إنه إنذار خطير آخر. هناك من يريد استهداف شهود الحقيقة وتدمير الرسالة بدل المواجهة بالأفكار، وهذا ما لا يطيقونه. هناك تغطية كبيرة للحدث، ولكي أكون صريحاً ليس بالقدر الكافي الذي يجب أن تكون عليه. أعتقد أن الناس بدأوا يعون خطورة الأمر خصوصاً في الغرب. نيويورك تايمز والجارديان مثلاً غطتا بشكل جيد، غير أن بعض وسائل الإعلام لم تكن بالقوة المنتظرة منها. على هؤلاء أن يدركوا أن الضرر الذي يلحق بمجموعة من الصحفيين في أي مكان يهددنا جميعاً. لذلك أعتقد أنه على مجتمع الصحفيين حول العالم أن يتضامنوا مع زملائهم في الجزيرة وأن يقفوا في وجه هذا التهديد. بعد الفاصل، ظاهرة الفيروسات الإلكترونية الخبيثة تؤرق العالم والخبراء يحذرون من خروجها عن السيطرة. أهلا بكم من جديد. يبدو أنه بات على العالم أن يتعود ظاهرة الهجمات الإلكترونية بواسطة الفيروسات الخبيثة. فقد شهدت الأيام القليلة الماضية هجوما كاسحا بفيروس يعتقد أنه نسخة معدلة عن برنامج بيتيا الذي ضرب دولا عدة في وقت مبكر من هذا العام. يقول خبراء تقنيون فحصوا لقطات متداولة للفيروس إنها تحمل السمات المميزة لبرنامج رانسوموير الذي يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب المستهدف ويطالب بدفع فدية قبل أن يتيح لصاحبه الحصول على ملفاته من جديد. الهجوم الأخير انطلق من أوكرانيا وضرب مؤسسات حكومية وشركات كبرى بالإضافة إلى وسائل إعلام رئيسية في البلاد. ترك فيروس بيتيا سؤالا حائرا أمام الجميع حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة المستفحلة عالميا. فيروس بيتيا الخبيث هو اسم لفيروس فدية إلكتروني ضرب مناطق عدة من العالم ولا يزال يخترق الحواسيب ويقوم بحجز البيانات كرهينة، ومن ثم يطلب عبر هذه الرسالة الحمراء وبكل احترام دفع فدية لقاء تحرير المعلومات. انتشر الفيروس في أوروبا ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أوكرانيا كانت الأكثر تضرراً حول العالم. فرغم تطمينات رئيس الوزراء الأوكراني بعدم تضرر مراكز حيوية في البلاد، إلا أن تقارير عدة تحدثت عن اختراق كبير في حواسيب الحكومة الأوكرانية وعدد من الإدارات العامة وجزء من شبكة الكهرباء وسكك الحديد والاتصالات والبنوك وحتى المطار، وصولاً إلى وسائل الإعلام. شانل 24، القناة الإخبارية العاملة في العاصمة الأوكرانية كييف، كانت إحدى ضحايا هجوم الفدية الإلكتروني. صحفيو القناة أعلنوا أن محطتهم، إضافة لثلاث إذاعات تابعة لها، لم تعد تعمل بشكل طبيعي. رئيس تحرير الأخبار فيتالي كوفاتش يتحدث عن اللحظات الأولى للهجوم.
عندما بدأ الهجوم على أول حاسوب في قاعة التحرير، انطفأ الجهاز تلقائيا وعاد إلى وضعية التشغيل، ومن ثم ظهرت تلك الرسالة الحمراء ليصبح بعدها الكمبيوتر خارج السيطرة. بعد ذلك انتقلت الرسالة إلى الكمبيوتر الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى كل حواسيب غرفة الأخبار. بعد الهجوم سادت حالة من البلبلة في القناة، ما استدعى العمل طيلة الليل لإنقاذ ما تيسر من البيانات ومحاولة السيطرة على الحواسيب. مهندسو تقنية المعلومات يعملون بكد لحل هذه المعضلة. القناة لا تعمل بشكل طبيعي، إضافة لإذاعتنا الثلاث. جميع قنواتنا متصلة بشبكة معلومات واحدة. حسب صحيفة نيويورك تايمز، يبدو أن الهجوم الإلكتروني كان معداً ليتزامن مع الذكرى 21 لسن الدستور الأوكراني عام 96 بعد طي أوكرانيا حقبة الاتحاد السوفيتي السابق. بعض المسؤولين الأوكرانيين وجهوا أصابع الاتهام نحو روسيا، بالرغم من أن شركات روسية كبرى تعرضت هي أيضاً للقرصنة وطلب الفدية. فيروس الفدية الخبيث يعتبر الأكثر تعقيداً في تاريخ الهجمات الإلكترونية، وهو ينتشر بسرعة هائلة عالمياً ويتسبب بخسائر فادحة. وحسب الخبراء، فإن أدوات القرصنة المستخدمة كانت قد سرقت من وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، وتم تسريبها على الإنترنت في أبريل الماضي عبر مجموعة تطلق على نفسها اسم Shadow Brokers أو وسطاء الظل. في مايو الماضي انشغل العالم بفيروس فدية آخر يحمل اسم WannaCry أو أريد أن أبكي، والذي تبين أيضاً أنه من الأدوات المسروقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي لم تقم بأي خطوة تمنع هجوماً جديداً بفيروسات فتاكة تتحمل هي مسؤولية اختراعها وعدم حمايتها حسب ما يقول الخبراء. الفدية المطلوبة $300 لإطلاق سراح البيانات المحتجزة، لكن المراقبين يعتبرون أن هذا الهجوم الإلكتروني الشامل ليس بدافع الفدية فقط، بل إن أبعاده السياسية والاقتصادية أعمق من ذلك بكثير. نصل الآن إلى فقرة فيديو الأسبوع، وفيها اخترنا لكم هذه المشاهد لظاهرة طبيعية فريدة من نوعها. سحب وغيوم تتشكل بعد العواصف القوية لتتماوج بشكل غريب، لكنها لم تعط اسما علميا إلا مؤخرا. منظمة الأرصاد الجوية العالمية اعتمدت في الفترة الماضية اسما رسميا لهذه الظاهرة ضمن أطلس الغيوم، وهو أندلتوس أسبيراتوس. الصور الأولى لهذه الغيوم ظهرت للمرة الأولى عام 2006، وفي العام 2014 استطاع المصور أليكس شوث التقاط أول فيديو لهذه الغيوم بتقنية التايم لابس، ومؤخرا استطاع المصور مايك أولبينسكي المتخصص في تصوير العواصف التقاط مشاهد تظهر الغيوم العجيبة ساعة الغروب. فلنتابع. كانت هذه حلقتنا من المرصد لهذا الأسبوع. في الاثنين المقبل نتوقف عند جدل الإعلام وقضايا الفقراء في بريطانيا إثر حريق برج غرينفيل. حتى ذلك الحين لكم تحيات فريق المرصد وتحياتي، في أمان الله.